في إطار أنشطة ومسابقات دور الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي ينظمه قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، توج فريق الإدارة العامة للجمارك بلقب دور الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة الدفاع بهدفين نظيفين. جاء ذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي، فيما جاء في المركز الثالث فريق الهيئة العامة للصناعة، وفاز اللاعب مشعل فواز من فريق وزارة الدفاع بلقب كأس أفضل لاعب في البطولة، فيما حقق اللاعب محمد الفضلي من فريق الإدارة العامة للجمارك لقب كأس أحسن حارس مرمى في البطولة، بينما حصل فريق الهيئة العامة للصناعة على كأس الفريق المثالي. مبروك لفريق الجمارك، وكما نذكر العام الماضي كان ما بين الحرس الوطني ووزارة الأوقاف، اليوم نلغى الجمارك وأيضا وزارة الدفاع، والتنويع هذا يزيد من الأمانة الحقيقة والحمل علينا بالتنويع في اللوائح وأيضا تجديدها، الارتقاء بمستوى الفني وتعميق مفهوم الرياضة للجميع من خلال طرح برامج متعددة تنفيذا لرغبات المشاركين. فريق اجتهد وعمل من بداية البطولة لغاية ما وصل للنهاية وقدر انه يحقق هذه البطولة، والحمد لله شفنا الفرح اليوم في هذا الختام. ونشكر طبعا المدير العام دكتور حمود فليطة على توجيهاته ودعمه لهذه دوري الوزارات، ونشكر ايضا الدكتور مشعل هدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع، اللي احنا الحقيقة يعني سعداء دائما نشوف يعني فرق تتنافس على يعني هذه البطولة. رجعت الروح، هذا تكتيك من المدرب ان نهاجم الشوط الثاني والبداية نسكر ونحافظ على ما يدش علينا جول، ونشكر المدرب ونشكر الفريق وطاقم الفني والاداري والطبي، ونشكر الرئيس سلمان الفهد على الجهد هذا كله، ونشكر الهيئة العامة وشباب رياضة على البطولة الحلوة الناجحة، ونشكر الجميع، نقول هاردك حق اخواننا وزارة الدفاع.